بالنسبه للنادي رادس فاقس في استراتيجيه الكوميونيكاسيون او الاتصال طبعا لابد من تغييرها، لانه ما تنجمش تنمي الموارد الماديه نتاعك النادي بالاعتماد على الطرق القديمه والوسائل القديمه للماركتينغ. لابد من تطويرها، لابد من تنويع المنتوج، لابد من فتح ابواب النادي رادس فاقس لجميع الرياضات، واعطى الامل زاد للشباب والطاقات البارعه والبارزه انها تنتمي لنادي رادس فاقس. اذا كان باش نحكروا كل مواردنا وكل طاقاتنا لكره القدم فقط، عام تجيب نتيجه عام ما تجيبش، يوتيك الحظ عامين ثلاثه يكون عندك اون بيبينير وملاعبيه باهين، ويوتيك الحظ عامين ثلاثه ما تجيب شيء. وبالتالي لابد من خلق من نادي رادس فاقس مؤسسه رياضيه ذات بعد اجتماعي وبعد رياضي كبير وبعيد، ويلزم الصفاقسي الكل يحسوا انهم ينتميوا لنادي رياضي الصفاقسي مهما كانت انتماءاتهم الرياضيه بالنسبه للالعاب على مستوى الالعاب، ماهوش الفوت او باش نحكيو على الالعاب الفرديه سي بسام، فما عديد نقاص الحقيقه نقولوها في الالعاب الفرديه، وحتى باش نحكيو على الباسكيت ولا على الفولي بول، يعني في السيزيس فما نقاص ما نكرهمش. هذوما هذا البيلون 2015 كي دخلنا على لجنه الدعم وجلسنا مع الهيئه المديره، لقينا فعلا لعدم توفر الامكانيات الماديه تم قم تهميش الرياضات الاخرى الكل، والتركيز على كره القدم لان هي اللي تجيب النتائج وهي تعبي استاد وهي اللي تجيب الموارد بالضبط. وبالتالي كان يلزم فتره انتقاليه، فتره تعديل، نسكروا باب النواقص على مستوى كره القدم، احتياجات ماديه كبار، بيجي كبير، وفي نفس الوقت نبداو نتلهاو بالالعاب الاخرى، كرة الطائرة، كل الالعاب الفردية اللي هي تنجم تجيب الالاف من اللاعبية في نادي رادس فاقس، كرة الطائرة، كرة السلة، بحيث فما برشا نواقص. احنا البرنامج 2016-2017 موسم رياضي انه ندخلوا من هوني على الموسم الجاي، الموسم القادم سبتمبر، كنا عندنا خطة واضحة لكل الاقسام على المدى البعيد، وجلبنا الحبيبه للالعاب الفرديه باش نعطيو ميساج، رساله واضحه انه الالعاب الفرديه مش تكون في محور استراتيجيه نتاعنا في الاعوام الجايه، واضح فيه لا شك ولا اختلاف. الرياضات الاخرى بدينا الموسم بدا عدلنا اللي نجم نعدوه، لكن حقيقه الخدمه الصحيحه ما تنجم تكون كان في جوان جويليا اوت من 2016 بالنسبه للاقسام الاخرى. بالنسبه للالعاب الفرديه فما جايينها بقوه، ومش نرجعوها بقوه لانه كما قلت لك الاعداد اللي تمسها كبيره ياسر، تمس الشباب على انواعه وعلى جميع المناطق، وهذا مهم جدا بالنسبه لنا احنا.